فيها التهابات، بيجينا ناس عندها التهابات او عامل علاجات قبل بعيادات تانية، ان كانت مش مشغول منيح عصبها او مهترية او ملتهبة كتير كبير. قديش عملنا كم واحد واصرينا يكون نجرب نخلص السنين. تتذكر يمكن معلوم، وحاسد حتى مش انه التحدي كان بينه وبين عيادات، حتى بين بلدان، يعني في خاصه هون بالكويت اللي عم نشوف في حالات انشغلت ببلدان كثير معروفه، وكان التحدي طبعا انه يكون اكثر من المستوى اللي، وخاصه بالاساليب اللي جايبينها ومتبعينها بعياده بي ام اس، عم نقدر نوصل لنتيجه كثير وبحالات كثير التحدي فيها قويه. مزبوط، في اشياء كثير يعني جربنا خلصناها وصلنا فيها لنتيجه. يعني اهم شيء كنا نكون على طول عندنا مصداقيه مع زمايلنا، ونجرب على طول يكون العلاج او التريتمنت يكون كونسرفاتيف، يعني وقائي قد ما فينا، ونحافظ على شو بيبقى وشو بيسوى يضل بسنان المريض، لانه على طول التركيز تبعنا انه المريض يجي وما يضل رايح جاي عند العياده، يعني مقضى حياته رايح جاي عند حكم اسنان. حتى الاشياء كمان اللي بيكون الناس بتكون خايفه، مثل عند الاولاد الصغار عند دكتور مايا، قديش بيجيك ناس بتكون خايفة، الأولاد بعزبوا يعني. أكيد الأولاد بعزبوا، كادر الكلينيك بده يكون مريح للنظر. تاني شيء منبلش بالأبروس بسيكولوجيك، يعني كيف الطريقة اللي متعامل فيها مع الولد، ومنحكي كيف منحكي، كيف مننزل لمستوى عمره. ما مش الحال بهيدي الطريقة، منلجأ للبريميديكاسيون، يعني منعطي دواء قبل ما يجي المريض لحتى يرتاح شوي نفسيا. ما مش الحال، في عنا الغاز اللي منحطه على المناخير بيريح كتير. هذا مزبوط، بيريح وبخفف من الأوجاع، وبخفف من يسمع أنه يسمع حدية صوت التوربين. إذا ما مش الحال منضطر نعمل بنج عمومة، وهيدي الميزة موجودة هون برويال حياة هوسبيتال، إنه البلوك نحن هون بمستشفى، البلوك أوبيراتوار موجود بقلب المستشفى. كمان الدكتور جو، قديش صار معنا حالات بالنسبة للأشياء اللي نحكي عنها، نفوت بأشياء الزرع، بأشياء الساينس ليفتنج، هو أنت بتحكي عنهم، تعالية الجيوب، وقديش تعالجت أمور. وكانت المصداقية شغلة كتير مهمة، لأنه العالم هون بكل بلدان العالم صار في تعاطي بالنسبة للزرع بطريقة كتير عشوائية. صح. والعلاجات كانت تتم ب يعني حيالله واحد يقبع ويحط زرع. بقى أنت يمكن عندك خبرتك، شفت معنا بالعيادة وبشغلك كيف تعاطيت وكيف. إذا ملاحظ أول patient كنا نستقبلهم كانوا عندهم خوف كتير كبير من الزرع، او عندهم باد اكسبيرينس، ايه على طول عندهم هلا هيك، او انه غيرهم عامل وصار وجع او فشل او الى ما هنالك. فغريبه هالحاله، نسبه نجاح الزرع هي 99%، وما في يصير، مش مفروض يصير اوجاع ولا مشاكل بعد هيك، لانه عم يشتغل بطريقه كتير نظيفه وكتير علميه. فالزرع ما بقى مثل ما كانت الناس متصور.